أغا صادق، أغا وصل. بعتت وراي يا أغا. كيفك صادق؟ شفناكن على التلفزيون، أنت وبنتك جنان، ما شاء الله كلكن صايرين مثل الممثلين. شو اللي عم تعملوا؟ أنت مو خجلان من حالك؟ كيف رحت لعند هذيك البنت؟ ها؟ أنت ناوي تبهدل راسم أغا؟ أغا عشيرة الروم، بدكن تبهدلوني وتوطوا راسي؟ بدك تخليهم يقولوا انه ما ضل في كبير بعشيرة راسم اغا؟ لا يا اغا، حاشا لله، معقول اعمل هيك شيء؟ بس انا بنتي جنان نظيفة، ما بتقرب على هيك شغلات ابدا، والله العظيم. نظيفة شو يا صادق؟ بنتك مانا هيك، روح بين كل هدول الرجال اللي بالجبل، وبعدين خليك شريف وعفيف، مو هيك؟ انت عم تضحك علي؟ لا تعمل هيك يا أغا، لا تخليني أترك البنت. مدام هيك خلي المجلس يجتمع، لا حكينا ولا عملنا، خلي الكبار يجتمعوا ويحكوا. شو ما بيطلع من المجلس أنا رح أقبل فيه. لكان حضرتك هلأ بدك قرار الكبار كرمال هذا الموضوع، بدك اجتماع ما هيك؟ معناها حضرتك حابب تتبهدل على الآخر. طيب نقلع من هون، وراح ابعت وراك على المجلس. روح من وجهي لشوف. رمزي تعال شوف. اسمع يا ابني، هو رح يقتل البنت ونحن رح ناخذ الأرض، فهمت علي؟ أكتر الأراضي خصوبة بقيت عنده، خلي هذا الموضوع ينتهي وأنا ما رح أنساك. لا تقلق يا عمي، أنت بس لاقي لي حل لموضوع البنت وأنا روحي فداك. رح حله ما تأكل هم، خلينا نخلص من هذا الضغط ورح نعمل العرس. الله يقويكم. أنا بنتي مو عديمة شرف، جنان رجعت من الجبل، بس رجعت نظيفة. أنا بنتي ما بتعمل شي غلط أبدا، أنا رجال ماني عديم شرف. أنا ما دنست لا شرفي ولا شرف عشيرتي. الله ينور بصيرتكن ويلهمكن الحكمة. أنا رح أوصل لحد البيت وأرجع. طيب المرة مريضة، لشوف كيف صارت. طيب لا تتأخر كتير، يلا ما عم ندفع لكم مشان تتسلوا. إن شاء الله جنان بتعرف وين ابني. دخيلك يا ربي ساعدني. يا أنسي، جابوا أستاذ متقوس الصبح، وينه؟ قليلي طلع من العناية المشددة. حضرتك شو بتكوني له؟ أبي اللي جابوا لهون، بالأصل عم دور عليهم بالغرفة رقم 15، دوري عليهم هنيك. تمام، شكراً إليك. من حسن حظك جابوا حضرتك بالوقت المناسب، الرصاصة ما عملت أذى بجسمك، إن شاء الله رح تتعافى بسرعة. الحمد لله على سلامتك. شكراً كتير. الحمد لله على السلامة أستاذ. الله يسلمك.
شو صار؟ الظاهر يا بنت أبوكي ما عاد بده يقتلنا. والله يا أستاذ ما رح يقوصنا ورح يبعتني على المدرسة كمان، هو قال هيك. كله بفضل حضرتك أستاذ، الله يوفقك ويحميك، بس بسببي أنا صارت حالتك بالويل، يا ريتني متت ولا شفتك هون. بعيد الشر عن قلبك، أنا متعود على المستشفيات. بكرة رح بلش بالمدرسة أستاذ، والله أنا ما عم صدق حالي أبداً. ألف الحمد لله، رح يكون بإيدي كتاب ودفتر وقلم. 15 15. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. العفو منكم، حضرتك الأستاذ أيمن؟ يارا أختي حبيبتي، اشتقت لك. أنا كمان أختي. كيف طلعتي من الحبس؟ كيف تركوكي؟ قصة طويلة بلاها هلأ. أمي وينها؟ وأبي قليلي وينه؟ قالوا لي إن أختي هربت. ماما قاعدة عندها، هي منصابة، أختي فوق. شو؟ قلتي منصابة؟ بأي غرفة؟ خلينا نطلع لعندها. أختي وقفي، اهدي شوي، هي منيحة، قالت الدكتورة إنها تجاوزت مرحلة الخطر. أستاذ أنا طالعة. طيب يارا، قولي لأختك عن لساني، الحمد لله على سلامتها. يلا يلا أختي. يا را لا تجنيني، هلا وقت اللعب يعني؟ يا را بكفي لعب. روان بنتي. أمي أنا أجيت يا أمي. ما عاد غيب عنكم النوم، ما رح نفترق بعد اليوم. لكان رجعتي كانوا رح ياخذوك على الجبل، كيف خلصتي منهم يا بنتي؟ سيماندو الشاب اللي بيحب أختي أنقذوني. الشاب اللي بيحبها؟ ايه هو كان عم يحميها دائما لما كانت بالجبل ولما هربوا، كانوا مع بعض بس هو ميت هلا، مات لما كان عم يساعدني. طيب كيف رح نخبر اختك هلا؟ والله ما بعرف كيف، خلي اختي تتعافى منيح ومنلاقي طريقة لنخبرها. تعي تعي شوفي اختك. أختي حبيبتي. روان خلصوكي مو هيك؟ دخيلك يا ربي، ألف الحمد لله. كنت خايفة عليك كتير، فكرت إنه كمان رح تصيري مثلي، رح تبقي بالجبال ورح يروح عمرك. كتير خفت يا روان. رجعت أختي، بفضلك رجعت لهون، بفضلك أنت. رامو وينه؟ هو منيح؟ منيح بس ما قدر يجي، قال بينمسك. انت تعافي وبتروحي لعنده ان شاء الله. لا روان لا، زتوني بالسجن مره تانيه وبالقوه خلوني وقع على افاده، مالي خلاص بعد هلا، رح ارجع على السجن يا اختي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.
مو وقت ابدا يا عبدو. يا عبدو شوفي دكتور، دكتور طارق تعال لهون فورا، الناس واقفين هون، اذا ما اجيت رح يصير شغلات مو منيحه ابدا، الناس ضايجه كرمال الله. تعال بسرعه دخيلك يا ربي كمان. طيب 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 انا جاي. ماشي عبدو، قلت لك جاي فورا. قسم منهم ممكن تبعتوهن اذا ما عملوا مشاكل طبعا. شكرا لحضرتك، بس نحن هون محتاجين لمساعد إلنا. أنا ممكن إني ساعد. حضرة المدير بيكون كتير منيح. ممكن أحكي معه قبل ما أروح؟ بالتأكيد طبعا، تفضلوا. ما ضل كتير يا ديالا، عم أعمل كل شي بقدر عليه. حكيت مع النائب الجديد، إذا قدرنا نجمع له المستندات ممكن يقدر يعمل شيء. لك طارق، أنا كتير بوثق فيك، بس أنا كمان تعلمت أنه أتصدى للخطر بكل قوة. يمكن أنا هون كرمال أعمل شيء معين، يمكن هيك قدري أنه لازم ضل هون. خلينا نسلم أمرنا لله، لا تقلق علي، بإذن الله كل شيء رح يكون للأفضل. كان الوضع مخيف كتير، لما شفت الجسس برا حسيت أني إنسان ضعيف. كنت حامل قلبي على كفي، كنت عم فكر شو بده يصير فينا بعدين. كنت خايف يصير لك شيء يا ديالا، أنا كيف كنت رح أتحمل؟ ألف حمد وشكر لله اللي حمالي إياكي. ألف الحمد لله أنا منيحة، بس هون الأوضاع كتير سيئة طارق، ولا وحدة منا بأمان ولا حدا فينا. بس أنت كمان طارق لا تشغل بالك عليه، مقارنة بقبل أنا أحسن بكتير. همي الوحيد إبراهيم، عم بشتاق لبرهوم كتير، بس رح اتعود اني ما اشتاق له كمان. بوس لي يا كرمالي، ممكن تجيب لي صورته المره الجايه؟ اكيد حبيبتي. اغركت يا دل من خانك وتعب من شماتج من دور كتي بجرم يا شعب من رندام جرم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شن صال البندا تم ولا شن صال الحمد لله على سلامتك. لا تخافي رح تكوني منيحة. صال البندا تم. أرجوهن شو معنات إنه يبلشوا بالاحتجاج؟ حاضر حاضر سيدي. وينك أنت؟ طقيت هون. طلعي فيني، إجيت لهون كرمال حوله لجهنم، إذا تصرفتي مرة تانية هيك رح حولك لناس ما بيعرفوك، فهمان علي؟ أوف طيب لا تعصب، وجهني راسي من الانتظار وبس. هلا اسمعيني منيح، رح نحول هذا المكان لمركز للتدريب، البناء كله تحت سيطرتنا، نحن رح نعذب وانتو رح تدربوا الباقيين، والطالعين من هون فورا رح يطلبوا يطلعوا على الجبل. رح انتقم منك يا ديالا، رح دمرك بإيدي. تعي يا بنتي حبيبتي، لا تزعلي لا تزعلي يا روحي. روان بنتي. بابا بابا بنتي حبيبتي، اشتقت لك يا روحي. ليلي كيف تركوكي تيجي؟ كيف نفدتي من ايدهم هدول الظلام؟ بس ما يكونوا اذوكي يا بنتي. لا بابا، تعا اقعد حتى اشرح لك كل شيء. اختي كانت بتحب شب، هو وشخص اسمه سيمان تخلصوني منه، هو اللي دار باله على اختي بالجبل. لو الشب ما مات وهو عم يخلصني كان رح يتزوج هو واختي،
بنتك من أشرف الناس يا صادق، كرمال الله ترك العناد بقى، روح لعندها. بعت وراي الأغا، قال إنه شرف عشيرته صار بالأرض وبده ياني يقتل جنان. شو؟ أنت شو عم تقول يا صادق؟ ما حدا رح يقدر يلمس أختي. قلت له خلي العشيرة تجتمع وخليهم يدرسوا الموضوع. لا يا صادق، رح يقتلوا البنت وبإيدك أنت كمان، رح يهدوا حيلي يا صادق، رح يقتلوا بنتي ويحرموني منها. هدي شوية هدية، لا جني، أنا رح خلص بنتي، ما رح خلي حدا يلمسها. إن شاء الله بابا، إن شاء الله. هلأ فيني شوف جنان؟ بنتي. آخ يا بنتي. صادق آغا، خير مسعود؟ شوفي الحقني، أنا بورطة يا أخي، التنظيم رح يدمر عيلتي، يمكن بنتك جنان هي بتعرف وين مكان ابني. لا تتعبوا المريضة زيادة ولا تدخلوا كلكم لجوا. جنان يا حبيبتي يا بنتي، قولي لي مكان باسم. ليش عم تسأل عن باسم يا عم مسعود؟ الشاب متورط، إذا ما لقيته رح يدمرنا ويدمر حاله، سارق مصاري من التنظيم، وعدت الرجال إني رح رجع له المصاري، وهنن كمان رح يسامحوا لباسم ويسامحونا إلنا كمان. لا يا عم مسعود، لا تصدقون، هدول ما بيسامحوا حدا أبدا، هدول رح يقوصوا باسم، بما أنه لسه معك وقت حمول حالك وأهل بيتك وهروب. أنا ما بعرف أي مكان، وين بدي أروح بعد هذا العمر يا بنتي؟ أرجوكي قولي لي وينه باسم. الرجال وعدني ما يعمل شيء، والآغا حامينا باسمه. لا تأخذني يا عمي، أنا وعدت باسم أنه ما رح أقول لحدا، أنا نبهته أنه ما يغلط أبدا، بس هو ما رد علي، قال لي أنا وهبت حالي لهذا الموضوع، تنظيم عم يسرق الفقرة والمحتاجين، أنا رح أخذ منهم ورجع لهم. قال إنه طلع على الجبل بس مشان هيك، وبعدين راح انسى عمو، خذ أغراضك ومرتك وهرب، إذا قتلتني كمان ما رح أقلك شي. راسم آغا وعدني ما رح يعمل له شي، إذا ما لقيته خلال يوم واحد الشاب رح يقوسوه وين ما بيلاقوه، ونحن رح يقوسونا ببيتنا. احكي بقى يا بنتي كرمال الله، احكي احكي. شو عم تعمل عمو؟ انت جنيت شي؟ انا قلت لك رح يقتلوك، تنظيم ما وفى باي وعد قبل هالمرة وما رح يوفي، خد مرتك وهرب من هون فورا يا عمي. ما رح اتركك ابدا. وينه؟ احكي وينه ابني؟ اصلح لحالك يا مسعود، انت شو عم تعمل؟ اصل الحق على اللي سمح لك تدخل، طلع برا. بابا بابا لا تروح مشان الله، انا اشتقت لك كثير، كرمال الله عود جنبي بابا. طلع فيني مسعود، ما رح احكي معك، بس روح ولا عاد ترجع لهون ابدا. يلا لنشوف. رح خليها تحكي، انا بعرف كيف رح خليها تحكي. اسمعوني شوي، اسمعوني يا جماعه، بترجاكم اهدوا شوي، اهدوا خليني احكي. انا زوجتي كمان بالسجن، وهي كمان اطلق عليها الرصاص، معناتها انا كمان لازم اوقف واتظاهر معكم، انا كمان لازم نظم مظاهره، بس انا ما بساويها لانه مو هذا هو الحل. طيب انت قلنا شو هو الحل؟ اذا ملاحظين يا جماعه السيناريو عم يتكرر دائما وحتى ما عم يتغير، في ناس عم تيجي قدام عيوننا عم تقلكن انه الدوله قاتله، انتو عم تعانوا معكم حق، وبهذا الوقت كمان في ناس عم تستخدمكن لمصالحها الشخصيه وعم يحطوا الملح على الجرح بس لحتى يخلوكن تطلعوا بالشوارع. لازم ما تمشي علينا هاي الألعاب أبداً، إذا ما طلعنا بالشوارع بهذا الشكل هاي اللعبة رح تتدمر، ورح نقدر نلاقي حلول لكل المشاكل. العياط والصريخ بالشوارع ما بفيد، بالعكس بيعقد الموضوع أكثر.
أنا بترجاكم تعاونوا معي لحتى ندمر هاي اللعبة. في ناس عم تمثل دور الدولة وفي ناس عم تمثل دور الإرهابيين، ما لازم تسمحوا لهم يسودوا حياتنا. الله عطل الكل عقل، بترجاكم خلونا نستخدم عقولنا. دولة ظالمة، فتحة النار على الناس بالقوة، عم تقتل فينا كيف ما بدها. في هيك ضمير الدنيا؟ وين اللي عم تحكوا عنه؟ نحن عنا آباء وعنا أخوات كمان اللي بالسجن إخواننا. كيف ممكن إنه نثق بواحد تابع للدولة مثلك؟ يا أما رح تضربونا أو تسبونا أو تقتلونا. لك ما عم نقدر نعيش بسببكم، حياتنا صارت جحيم من وراكم، ظلمكم ما عاد له حدود يا كفار. هاي الدولة ظالمة، ما رح نسكت على كبركم أبداً. جواتنا عم نبكي دم، ما بكفيكم اللي عملتوا فينا من سنين. شعري دال على راسي يا جماعة، جسمي هب بالتعب. دولة قاتلة، دولة ظالمة، دولة خالتي. شو عم تسوي؟ شو؟ بتلاقي حلو بحقك؟ يعني أنا مبسوطة كتير بحالي. دولة ظالمة، عم تبطل فينا كيف ما بدها. لا حول الله، هي دائما بتعمل هيك. ونحن عم نموت على أولادنا يا نسوان. نعم سيادة الوالي. شو؟ جاي عضو من المجلس؟ حاضر سيدي، رح أتأكد أنه كل شيء رح يكون جاهز. على حسب الأقوال التي وردتنا أنه بعد العملية التي قام بها الفريق الخاص، تواجدت زوجة القائم مقام ديالا كايا في نفس السجن الذي كان سبباً في تخفيض عدد القتلى في السجن. وغداً سيزور المنطقة عضو مجلس البرلمان السيد داود توركو. شايفين مو هيك؟ خطأ بسيط منكن عمل ديالا بطلة. كل الناس عم تحكي بسيرة ديالا وإنقاذها للمحكومين. شو بيعرفني؟ اصلا هدول صاروا مثل البلا على روسنا. انا ما بعرف هاد وهداك يا ميخائيل، وديالا لازم تموت بسرعه. قول لانجي مشان تقتلها. امرك سيدنا. عضو المجلس اللي جاي شخص مهم كتير، قبل كل شيء عنده نزعه محالفه للدوله وعنده اتجاهات ديمقراطيه. بالنسبه للنزاعات المسلحه خطير وأفكاره صعبة كتير، بيكره كلمة الدم والحرب أكتر من أي شيء، وما بيحب المجاملة أبداً. يعني عدو مثالي لإلنا، في ناس شافوه وعم يصلي، وفي كمان كلمتين بيضل عم يقولهم دائماً، السلام والسكينة بالنسبة للمنطقة ولأهالي المنطقة. من ناحية أهدافكم هالزلمة كتير خطير. صحيح، الناس بيحبوه كتير، وكمان بجميع الأوساط عنده نفس الصيت ونفس النفس. السلام والمقاومة، السلام مستحيل يطلع من عقله، بيجذب انتباه كل الناس إله، إذا بالتنظيم أو حتى بين الناس المدنيين وبين الأكراد وبدوائر الدولة القانونية كمان. دائما عنده نفس المفعول. بصراحة عنده وجهة نظر محددة تجاه أوندير. وكيف ما كان أوندير صعب كتير، وكمان ترك الرجال مكانه. إذا هذا الرجال حكى شوي كمان ما رح نرتاح، وما رح نفرق بين التنظيم أو غيره، كل الناس رح تميل له. يعني هذا الرجال بينحب لهي الدرجة وبينعطاله أهمية. طيب إذا قتل هذا العضو من المجلس شو رح يصير؟ رح تكبر اللعبة أكتر، منمنح المهمة لحدا تاني، ومن جهة تانية ومن تحت لتحت رح ننشر الخبر على أنه هذا الشيء من فعل الدولة. الأوضاع رح تتخربط منيح. الدولة والناس، التنظيم وحزب الحزام ضد بعضهم. إذا شخص مثل هاد محبوب وواصل، رح ضحية هيك مؤامرة وسخة. ما حدا رح يترك السلاح أبداً ويسمع كلام عن السلام. وبهذا الشكل
خطة الـ 2012 تبعنا رح تكتمل مثل ما بدنا. انت خاينة وليه؟ انا ما عملت اي شي غلط. انا بس اللي بحدد شو هو الغلط وشو هو الصح. انت ما فيك تعطي اوامر مدام انا المسؤولة عنك. ما بتعطي اوامر ابدا. شو كنت لازم اعمل؟ غمض عيوني وشوف الناس عم تتدبح قدامي؟ طلعي فيني والله بموتك. فهمتي وليه؟ بعدي وليه؟ بعدي تركوني عليها. عم يفضلوا قولي عليها. شو عم يصير؟ عم تواجهوني ليلي؟ من اليوم ورايح اذا بتقربي على ديالة خانم راح تلاقينا نحن قدامك. شو صار لحتى تغيرتوا هيك؟ انتو كتير تغيرتوا. نحن لحالنا هون واخترنا ديالة لتكون معلمة إلنا، وكبيرتنا هلأ هي الأخت ديالة، واللي بيطعنا بظهره ما بدنا إياه أبداً. أخت ديالة، أنت اللي ساعدتينا وانقذتينا، ما رح نتركك بعد هلأ. قولي موت ورح نموت. رح أقتلك يا كلبي، لو شو ما كلفني موتك رح أقتلك. أنت الوحيدة اللي ساعدتينا. شرف عشيرة رومي صار بالأرض. البنت لازم تموت والعار لازم ينضف ومنخلص بقى. أنا بنتي نضيفي يا أغوات، ما عملت أي شيء منافي للأخلاق. أنت شو اللي عرفك ها؟ شو اللي بيعرفك؟ مظبوط. في بإيديك شهادة الضمان تبعها؟ البنت لما كانت بالجبل حبت شب نهنيك وهو حبها، وهالشب حافظ عليها حماها ودار عليها، وبعدين هربوا مع بعض. لو الولد ما مات كانوا رح يتزوجوا. ليكو قالها بعظمة لسانه يا جماعة، ما عاد في داعي للحكي بعد هلا. مين هذا الولد؟ ابن ابي شي؟ ما عنا هيك شغلات يا سادة. حافظ على بنتي وحبوا بعضهم كمان، هو اللي حمل بنت بالجبل. انت كمان صدقت مو هيك؟ مو معقول هيك شي يا سادة. ليش البارود والنار بينحطوا جنب بعض؟ احكي لشوف. اصحى لحالك يا اخي، وين سمعت باللي عم تحكي عنه؟ اي والله مظبوط اللي صار صار يا اخوات. في شيء واحد ممكن الواحد يعمله، واللي هو البنت لازم تموت. كرمال الشرف رح نقتل بناتنا، بس بايدينا عم نبعتهم للجبل كمان. احكوا لشوف، مو صحيح؟ وين كنتوا لما البنات من الضيعة راحوا مع جنان على الجبل؟ مو هذا هو موضوعنا يا صادق. كنت انت حافظ على بنتك وما تبعتها على الجبل. ليك اللي بدك اياه صار هون. المجلس اجتمع وعطى قراره. الصبح راح يكون هذا الموضوع انتهى لتكون بالصورة. إذا قتلوا البنت هلأ أنا كيف بدي أعرف مكان باسم؟ بابا بابا روان، أنت جنيتي شي؟ شو عم تعملي هون؟ بدك تورطيني كمان؟ شو قالوا يا أبي؟ سامحوا أختي؟ الصبح رح ينتهي هذا الموضوع، قرار واضح، شرف رح يتنظف والكل رح يرتاح. لا تعمله بابا، حرام عليك اختي. طلعي فيني، اليوم نامي عند بيت عمتك، انا رح روح انهي الموضوع. لا تبيني بالشوارع، هالواطين رح يحاولوا ياخذوكي مره تانية. بابا وقف كرمال الله. بابا اتركني، ما حدا رح يساعدني غير سيمنت. بابا ليش ما خبرتنا؟ شغل بال عليك كتير. لو ما خالي جابني
كنت بدي اشتاق لك كثير. خالو أيمن ساعد الناس من الرجال السيئين، خاني مثل الرجل العنكبوت سوبرمان. ولا تبالغ انت كمان يا ابراهيم. ايمن ليش ما خبرتنا؟ ما حبيت اني اوتركن، اصلا اللي فيكن مكفيكن انتو. معك حق، بس ليك نيرمين ضل بالها مشغول عليك. شو صار؟ في اخبار عن حنان؟ قدر يلاقيها عبدو؟ لا لسه ما لقاها، رح ينتظر رجعتها، ما في حل تاني ابدا. وانا كمان صار عندي خبر متاخر. عبدو عم يتصل، يمكن يكون لقى حنان. يا عبدو، وصل عضو البرلمان السيد وداد بيك، فقلت لحالي اتصل فيك وخبرك. انتوا قدرتوا تزبطوا لي لقاء مع فاطمه؟ مع الاسف سياده القائم مقام ما بدها تحكي مع حدا. يا ربي، ما دام هي ما بدها تجي انا بروح لعندها. شوفي ولاد، اللي عم شغلي لترباي لك حيوان. بعد بعد شو عم بيصير لك؟ اسكت شوي، ما بدي اسمع صوتك. هاي انا سيمانت. وليش جاي بهالطريقه؟ تعي لشوف. تعي تعي تعي، شو صار لك؟ تنظيم كانوا رح يقتلوك الا شويه بنت. كرمال الله ساعدني سيمانت، ابي رح يقتل اختي ساعدنا. انت شو عم تقولي يا بنت؟ ليش حتى لا يقتل هالبنت المسكينه؟ العشيره ما رح يتركونا نرتاح، قالوا لازم نقتلها. عم يقولوا انه عملت شي بخص الشرف. ليك الواطين، خلينا ناخذ البنت قبل ما يقتلها. بس انت شو بدي اعمل فيكي ما بعرف، بس رح نلاقي حل. يلا يا بنت، يلا رح لاقي حل، يلا قدامي امشي يا بنت، يلا يلا بسرعه. شو عم تعمل صادق؟ بدك تعمل اللي قالوا عليه؟ ليش عندي حل تاني؟ احكي لشوف، في غير هيك لنخلص؟ كأنه أنا كثير بدي يصير هيك. بعد كم يوم تانيين رح يرجعوا البنت على الحبل صادق، إذا تأخرت شوي بالموضوع مو أحسن؟ شو بيصير بعدين بتعرفي؟ العشيرة رح تخلينا نرحل من هون، ها؟ احكي لشوف، رح يتركونا هون؟ وشو يعني؟ نحمل حالنا ونروح من هون؟ لا تعملها، بوس إيدك لا تقتلها. أنا كثير مرتاح لقتلها، شو حابب أقتلها؟ الو كابتن مروان، البنت مو بالبيت، لسه ما اجت. شو صار كمان؟ بعرف انه مالك ذنب اللي صار، بس هلا بدهم اياكي تقتلي ديالا. بلا حكي فاضي، لسه ما خلصنا من الموالين القدمى، عملنا موالين جدد بإيدينا. كان بدكم تحركوا الناس اللي برا واللي جوا، عملوا من هاي البنت بطلة، وبلحظة جمعت كل البشر حواليها، الخانة وصارت بطلة. طيب مدام هيك رح يكون سهل عليك إنك تخلصي من ديالة، أصلا بعد ما تموت الناس اللي هون شوي شوي رح يرجعوا لعندك. إذا قتلناها رح نعمل منها بطلة، وأصلا ما رح يسمحوا بهذا الشيء. خلي كمان استخدمي هاد، بمجرد ما تاكله مع الأكل رح تموت بأرضها. خلينا نرجع نهتم بأمورنا بقى، ما تنسي هدفك هون رح يتحول لمعسكر تابع للتنظيم، يلي بيوقف بوش هذا المخطط رح نصفيه. هذا كل شيء. اعتبرها ماتت. بابا، بنتي ألف الحمد لله أنك إجيت، أنا قلت حالي ما رح تجي.
قلت بيكون زعل مني. ما تزعل مني بابا، كنت جاهلة، طلعت على الجبل، بس أقسم بالله العظيم ما عملت شي غلط أبدا، حميت حالي منهم، الله حماني منهم يا بابا ومو حدا تاني. دعائك أنت وأمي كان دائما معي. اشتقت لريحتك بابا. سامحيني يا بنتي. لا تعمل هيك بابا، أنا بالأساس ميتة مو شغلة كبيرة، بس أنت أكيد رح يزتوك بالسجن. أمي وأخواتي شو رح يعملوا من دونك؟ إذا بدك أعطيني أنا بقتل حالي، أنا بقوص حالي. أصلاً بعد اليوم العيش حرام علي. أنا ما قلت لك ما رح يتركونا نرتاح يا بنتي؟ لا أنا ولا أمك ولا أخواتك، يا ريتني متت وما شفت هذا اليوم بحياتي. ما دام هيك، إذا كنتوا رح ترتاحوا بموتي أنا، يلا اضغط على الزناد بقى. أنا غلطت بحقكم، أنا بهدلتكم معي، أنا أخذت قرار غلط والكل عم يتعاقب بسبب هذا القرار. سامحيني يا بنتي، مشان الله سامحيني، سامحيني. شو عم تعمل عمو مسعود؟ شو عم تساوي؟ شو بدك مني؟ قومي بدك وين اخذني؟ قومي وخرسي بقى اعملك. اتركني خرسي بقى. لوين اخذين المريضة؟ اخذينا لغرفة التصوير يا اخونا. الله يعطيك العافية. يلا يلا. انتي فوتي لجوا شوفي لي الوضع، عم بستناكي هون. يلا ماشي. جنان، جنان، ولك مسعود انا بورجيك، رح حاسبك على اللي عملته فيني يا واطي. أنا بورجيكم، رح أسبك. بابا شو صاير لك؟ خطفوا أختك يا روان، مسعود ضربني على راسي وخطفها. شو بيعرفك إنه هو؟ سمعت اسمه وأختك عم تناديله، خطفها كرمال ابنه أنا متأكد. يلا خلينا نروح عضيها. سيماند هو هون بابا، الرجال اللي أنقذني، هو أكيد رح يساعدنا. يلا 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 يا بنتي، يلا بسرعة.